السلام عليكم. تالت حاجة بنتكلم فيها أو تالت درس، خليني أركز لك قوي بقى على المنطقة دي، منطقة البروبرتيز أو الخصائص. عندنا أهم حاجة فيها هو الزوار ده، شايف؟ هضغط عليه. هنا عندي مساحة الورك سبيس دي الأبيض، مساحة الموفي بتاعي كام؟ بالبيكسل أهو، بي إكس بيكسل، هنقول مثلا 800 في 500. طيب هنا عندي عايز انت تخليها ال adjusting 3D perspective ولا لا، يعني دي للشغل ال 3D وكده، او هخليها مثلا هنا عايز تخلي الرولر بتاعتك في مسطرة كده بتظهر، هنبقى نظهرها لما يجي وقتها. دي عايزها بالانش ولا بالسنتي ولا بالبكسل ولا الكلام ده؟ خلينا بالبكسل، لو انت هتشتغل ويب بات خليك بالبكسل. عايز تخلي الدوكيمنت بتاعتك دي او الملف بتاعك او الفيلم بتاعك او الكلام ده كله، عايز تخليه ديفولت ولا برينتر خصائص طباعة؟ انا هخليه ديفولت مثلا، ممكن تغير الورك سبيس الباك جراوند سبيس دي اهي باللون ده. واهم حاجة في الاسم حاجة اسمها الفريم ريت. الفريم ريت ده سرعة الفيلم بتاعك او سرعة الانيميشن او اللي انت عامله، السرعة بتاعتك مقارنة بعدد الفريمات بالثانية الواحدة. لو انت بدأت تلعب في الحاجات دي مش عارف ترجع للديفولت بتاعها، اعمل ميك ديفولت وهتلاقي نفسك رجعت على طول للديفولت بتاعك. شايف هنا زي ما احنا انت شايف. نخش بقى على الدرس التاني عشان ما نطولش اكتر من كده في الدرس ده. السلام عليكم.